فاصل، خليكم معانا في نمبر 1. والله من غير ما اقول، النتائج والمركز والاداء بيقولوا ان الزمالك من احسن الفرق، بدليل ان هو متصدر الدوري بقاله فتره كبيره جدا، اقل فرقه خسرت، بيأدي اداء دلوقتي الى حد ما بيجمع بين الفوز والاداء الحلو، وده اللي كنا طالبينه او كنا بنطلبه من كل المدربين اللي كانوا مسكوا النادي، بس كانت بتبقى ظروف. لكن الظروف السنه دي كلها مهيئه لمستر جروس انه ممكن ياخد بطولات كتير السنه دي، وبدايتها اذا كانت الدوري او الكونفدراليه. يعني لغايه حتى امبارح الاداء كان كويس جدا. صحيح في ناس مظلومه في المنتخب، لكن دي مش شغلتي، لكن اقدر اقول ان اوباما وكهربا من الناس اللي ومحمود علاء لازم يروحوا المنتخب، مش لازم يعني اجبار، يعني كاداء في الدوري اللي انت بتاخد منه اللعيبه، يعني انت عندك محترفين وعندك اداء في الدوري المصري بتقدر تاخد منه اللعيبه اللي موجوده اللي ممكن ينفذوا لك الحاجات اللي انت عايزها. لا مش محتاج حاجه، بدليل يعني كل سنه كنا بجيب 16 17 تاقلم وانسجام زي ما انت عارف ما بيجيش، لكن السنه دي انت بتشيل واحد كاسونجو بتجيب واحد مكانه، ودي حاجه كويسه قوي، وبدليل ان هو لسه لغايه دلوقتي ما لعبش، بس كل المراكز موجوده فيها واحد او اتنين، فمشيت راس حربه بجيب راس حربه. صناعه الكوره دلوقتي فيها استثمار، فانت لما بيبقى جاي لك واحد اعاره مثلا كذا مليون تقدر تجيب واحد مكانه او في نفس المستوى، دي حاجه كويسه، وكل مش الزمالك بس، كل الانديه بتعمل كده، بس المهم تمشي مين وامتى وتجيب مين في الوقت نفسه. احنا كجماهير بنشكره طبعا لان هو مش باك شمال، ولكن لظروف الاصابه بتاعت بهاء وكان فتوح قدر يكمل فيها، واجاد والحمد لله بيلعب اساسي. اصل طالما بتلعب اساسي وانت بتعمل اللي المدرب بيقول عليه بتنفذه، وهو عنده الناحيه الهجوميه كويسه واتعلم ان هو يدافع والناس بتغطي عليه. يعني انت ما شاء الله احنا عندنا طارق حامد ده ممكن تلعب ثلاثه ورا بس، ولكن هو عندهم ثقه في بعض المجموعه فده بيغطي على ده، حتى لو ده لعب شويه وحش او غلط بيصحوا بعض الثاني بيلعبوا في مستوى كويس. لا ما هو بص، الانديه الكبيره ما بتجيبش لعيبه عشان تقعد احتياطي، لكن الظروف بتخليك انت واحد او اتنين، رقم واحد او رقم اتنين. جنش مش موجود لظروف ايه؟ طرد او اصابه او مثلا حاجه خارجه عن اراده اللاعب او المدرب، فبيعمل بديل، البديل ده اصلا اساسي، يعني عماد ده لعب وكان بيلعب في انديه كبيره جدا وكان اساسي، فلما يجي يلعب ورا جنش ممكن بعد كده يبقى هو الاول، بس يبقى ربنا يوفقه ان شاء الله في الماتشات الجايه اللي هيغيب فيها جنش. يعني انا مش عايز اكون متعالي شويه او مغرور، يعني الزمالك السنه دي هياخد الدوري بارتاحيه، مفيش منافس. ليه؟ لان اللي بعديه يعني الثاني والثالث والرابع ما بيكسبوش بسرعه، وما بيكسبوش على مدى 3 4 ماتشات ورا بعض، الزمالك بيكسب. فالتسع بونت غير 6 غير 3 غير 5، فبيعمل يعني في المراكز بيبقى مثلا اول خامس، لكن بيراميدز ما بيكسبش دلوقتي بقاله يمكن حوالي ماتشين ثلاثه وبعدين كسب. فاللي عايز بطوله لازم يكسب بره وجوه على طول، دي متوفره حاليا دلوقتي في الزمالك. اختلف الاستقرار، اختلف في عدد اللعيبه اللي جت. شوف عايز اخلصها لك، مدرب اجنبي موجود عنده شخصيه، بيبقى بيتعامل مع اللعيبه كويس، الناس عارفه دلوقتي مين الاساسيين، واي واحد دلوقتي ماشي في الشارع ممكن يحط لك فرقه الزمالك ما بين 11 لعيب او 13. هو دي قناعه من المدرب. في واحد تاني يعمل روتيشن ويقعد يغير كل ماتش 3 4 مرات او لعيبه واحد، لكن هو بيغير في حدود المعقول قوي قوي اذا كان عنده اصابه او طرد، وده عامل الاستقرار لمستوى اللعيبه في نادي الزمالك. انا ما بحبش يعني انت بيجي لك جدول فبتحط عليه برنامج كله طول السنه، ما تجيش تقول لي احنا لعبنا ماتشين في 3 ايام وبقى ماتشين في 6 ايام، لكن هو الدوري بتاعنا مش منتظم، فده يمكن عامل ارتياحيه للناس اللي بتلعب في البطوله العربيه والافريقيه. انت مش كل 3 ايام بتلعب وبعدين تخش تلعب اسبوع افريقي، لا انت ممكن تلعب 20 يوم في الدوري ماتش وبعدين ماتش في افريقيا، فالامور عندك السنه دي سلسه شويه، والدوري هيخلص اعتقد في شهر 8 او 9 الجاي، فعندك وقت. انا اتمنى الجماهير ترجع تاني وتتلف حول علم مصر، اتمنى ناخد البطوله عشان دي استثمار في او سياحه لمصر. نشوف اللعيبه اللي هي اتحرمنا منها في اوروبا تبقى موجوده عندنا هنا، ويقدروا يجيبوا البطوله ان شاء الله لمصر في عز في ظل الاستقرار الامن والامان والاقتصاد والسياحه، كل ده بالبطوله دي ممكن كل حاجه ترجع باذن الله تاني. بسلم على كابتن مصر وكابتني كابتن فاروق، بقول له وحشتنا، انا مش عارف هو فين دلوقتي بقى لي فتره كتيره ما شفتوش، وكل سنه وانت طيب وان شاء الله تنور التلفزيون. بقول لابراهيم، وانا اسمح لي انا اقول لك ابراهيم، يعني مش عايز اقول لك كابتن ابراهيم يعني عشان عضلاتك، ها العضلات.
شرفتنا ونورت، وان شاء الله رجعت لبيت من بيوتك وانت قدها وقدود، وان شاء الله تعمل طفره لانك انت من القلائل الاعلاميين اللي عندك صراحه وما بتخافش وبتقول المعلومه صح حتى لو جت عليك. بتمنى لك التوفيق وان شاء الله يبقى برنامج جميل وانت نمبر 1 في مصر.